مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. مبعوش فدا فلوس حتى لو طلع له مارد من الفانوس، عبد عند القرش وعادي ما بينكرش، من جوا دب سعران ومن برا طاووس. ياللي حاسب حسبتك أرقام الحرام دول خسروك، والغنى مش باللي محطوط في البنوك، دي الفلوس يا طرشي قلنا ما بتسترش، والحياة قدامنا مليانة الجاية يعني. لا انا موريش اي حاجة، هجيب مروة وفاطمة ونيجي ان شاء الله من الصبح، بس انا عايزك بقى ايه تقول لامي تعمل لنا كام فطيرة كده خدهم معايا وانا ماشي. لا اشوف وشك بخير، مع الف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. دكتور فاروق كان بيدور على حضرتك. طب روحي انتي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم يا ماما. وعليكم السلام. كل ده في السوق يا بنتي؟ أيوة يا ماما في السوق، مال يعني هكون فين؟ بس أنت تأخرتي قوي، قلقتيني عليكي. تأخرت؟ كان لازم أتأخر، أصل أنا تهت يا ماما، تهت حتة دين توه. كنت داخلة في الشارع كده هون، لقيت نفسي في الشارع التاني كده هون. الله، في ايه يا بت؟ مالك؟ مال يا ماما؟ مفيش حاجة، مصهدة يا ماما. الصهد صهد؟ ده أنا بردان. بس أنا مصهدة
ايوه والله مصهده. اسكتي، ما قلتلكيش يا ماما مش انا جبتلك البسله اللي انت طلبتيها اطباق؟ اه، وجبتيها بكام دي؟ جبتها بفلوس. هروح احط البطايه على النار لحسن تكون عجوزه وتاخد سوا، وهحط البسله في الثلاجه، وهاجي لك اجيب لك الحساب. انا كاتبه كل حاجه في الورق من عند الخضري. ده ايه الحوسه السوداء؟ ده تقديرك انت يا دكتور ايهاب. ما ينفعش بناء على تقديرك الشخصي ده انك تمشي دكتور من المستشفى من غير ما ترجع لي. افهم كده ايه؟ ان تقدير حضرتك غير التقدير بتاعي انا؟ اي جراح صغير هيبقى عارف ان غلطة الدكتور رامي هي السبب في وفاة المريض. افهمني يا دكتور، انا هنا مش مجرد دكتور بس، انا صاحب المستشفى دي، يعني عليا مسؤوليات. لما اهل المريض يرفعوا علينا قضية ويتهمونا فيها بالاهمال في الوقت نفسه اللي حضرتك بتفصل الدكتور فيه، يعني معنى كده ان احنا بنعترف رسميا ان احنا فعلا كنا مهملين، ونتفاجئ بقى بعد كده ان المستشفى تتحط تحت المساءلة القانونية ومش هنخلص. في الظروف اللي زي كده يا دكتور، التصرف الصح ان احنا نقف ورا الدكتور بتاعنا لغاية اخر لحظة عشان سمعتنا وسمعة المستشفى. يعني نسيب الدكتور رامي يموت له 3-4 وبكده تبقى سمعة المستشفى زي الفل. طب حضرتك بتتريق ولا ايه؟ عمي انا ما اقصدش. عمي دي مش هنا، عمي دي في البيت. كان ممكن تتصرف بطريقة احسن من كده. شيل الدكتور رامي دوت من جدول العمليات، ايه المشكلة؟ لغاية الدنيا ما تهدأ 6-7 شهور وننهي التعاقد معاه خالص. لكن ما تتصرفش بالطريقة ديت. عرفت بقى ليه كان لازم تقولي على حاجة زي كده؟ عشان أنا أخد القرار السليم. معقولة أسافر كام يوم وأسيب لك إدارة المستشفى أجي ألاقيك عامل كل دوت؟ عندك حق يا دكتور، بعد كده في القرارات اللي زي دي لازم أرجع لحضرتك. ولا أقول لك لما تغيب عن المستشفى أو تسافر لأي سبب من الأسباب تبقى وكل أي حد بدالي يدير المستشفى. اتقمصت ولا إيه؟ بتهيألي اتقمصت دي برضو مكانها مش هنا يا دكتور. بعد إذنك عندي حالات لازم أمر عليها. يا ابن المجنونة، وأنا اللي كنت بقول على نفسي إن أنا فجرت عشان أجرت شقة في الزمالك. طب أقول لك يا بنت يا دودو، ما تيجي نأجر لك سويت كده متدلع جنبينا وتقعدي معانا؟ لا سويت إيه؟ أنا طاقة أه بس مش للدرجات دي. يلا يا معفنة. فعلا فعلا في ناس كده مهما ربنا اداها برضو بيفضلوا وش فقر. يا بنت ده انت جايلك 29 مليون جنيه، يعني لو قعدت تصرفي فيهم لحد ما تزهقي وشعرك يبيض ويقع مش هيخلصوا. عارف يا عمر، لو اشتريت فيلا في الجونه ومعاها يخت صغير كده ركنته في المارينا، عارف بقى الحسبه دي تعمل لها كام؟ كام؟ 25 مليون جنيه. اوف. شفت بقى يا عمر؟ شفت ان احنا معناش فلوس؟ حبيبي احنا فقراء، اللي معانا دي مش فلوس اصلا. ايوه صح، انا كده فقراء والله. طب بقول لك إيه؟ انت سالتي على تمنهم فطلعوا كده بجد ولا انت بتخبطي رقم من نافوخك كده وخلاص؟ يا ابن اللذينه، لعبت الفكره قدامك في ثانيه. يا اختي يا دودو، حقك، ما انت نصيبك ضعف نصيبي. عارف يا عمر، انا عمري ما كنت اتمنى ابقى ولد قد اللحظه دي. طب بقول لك ايه، احنا نتكلم كلام جد بقى. انت فعلا ما كانش المفروض انك انت تاجري شقه، لان انت بفلوس العربون دي كان ممكن نجيب لك اجدحها شقه ونفرشها لك ونوضبها لك في ظرف 10 ايام. يا بت ده انت اخوكي مهندس ديكور. شوف مين اللي بيتكلم. طب ما تقول لنفسك. لا انا عندي خطط تانية خالص السنه دي، اللي انا فيه ده وضع مؤقت. وانا نفس القصه، الشقه دي بالنسبه لي برضو وضع مؤقت لحد ما هاني يخرج ان شاء الله، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هاني. اه اوكي. بقولك ايه يا عمر، انت لو جايبني النهارده عشان تكلمني في موضوع هاني ده كنت تقولي ما اجيش احسن. لا صحيح، هكلمك في الموضوع ده ليه؟ ده حتى موضوع تافه وبسيط وملوش لازمه. انا ما بحبش حد يحاسبني يا عمر. احاسبك؟ والله ماشي يا داليا، نمشيها احاسبك. هو انت فعلا هتقولي لهاني انك انت جايلك 29 مليون جنيه؟ طب وش معنى انت قلت لتقى ومقعده في اوتيل 5 نجوم وبتخليها ما تشيلش قشايه من الارض؟ المشكله يعني ان انا اعوض جوزي عن الايام السوداء اللي هو شافها ودخله السجن بسببي؟ اديكي قلتيها، دخل السجن
يعني نومانجي وحبسجي ونصاب، وعنده استعداد ياكل كل فلوس الناس الغرب، مش هياكل بقى فلوس مراته وحبيبته اللي مسلمه له نفسها بحالها بمالها؟ وبعدين انت بتقارني هاني بتقى؟ تقى دي بنت ناس. وانت ما تعرفش هاني، وما يهمنيش اصلا ان اي حد تاني يعرفه. كفايه انا متاكده من الراجل اللي عايش معايا وعارفاه كويس. طب ترهنيني يا داليا؟ ارهنك على ايه يا عمر؟ هنحط هاني بتاعك ده في اختبار صغير، ولو طلع واطي زي ما انا متوقع ومتاكد هتطلقي منه، ولو طلع بقى زي ما انت شايفاه ها هتعمل ايه ساعتها؟ هعتبره واحد من العيله، واخويا وحبيبي وصاحبي وشقي كمان، ايه رايك؟ ماشي اتفقنا. على فكرة أنا بابا كلمني، أنا فاهمة أنت متضايق ليه، بس أنا ذنبي إيه طيب؟ أبوك النهاردة وقفني قدامه في المستشفى زي التلميذ الخيبان، وقعد بقى يحاسبني عملت إيه وما عملتش إيه، هو مش واخد بالي أنا طول السنين اللي فاتت دي أنا اللي بديل المستشفى، هو ما كانش موجود، شوية بقى بيغير جو في المزرعة أو بيغير جو بره ويعدي مرتين ثلاثة في المستشفى وخلاص، وفي الآخر يقول لي أنا اللي بدير مش أنت، دايما محسسني إن أنا بشتغل عنده مش بشتغل معاه. طب أنا ذنبي إيه؟ يا فاطمة مش عارف أرد عليه في المستشفى، بفضفض معاكي بكلمتين. ما أنا ما عنديش حاجة جديدة، وهرجع أقول لك نفس الكلام اللي قلته لك مليون مرة، طول ما أنت حاسس إن أنت قليل قدامه هتفضل متضايق بالشكل ده، طول ما أنت عمال بتفكر أنا ليه في ظل الدكتور فاروق هتفضل برضه متضايق، وعلى فكرة طريقة التفكير دي هتتعبك قوي. في ظل الدكتور فاروق، عارفة كان مستشفى بيتحايلوا عليا عشان أعمل عندهم عمليات؟ والله العظيم عارفة، وعشان كده أنا مش عارفة أنت بتفكر بالطريقة دي ليه. خلاص يا فاطمة خلاص، المهم تيجي معايا الإسماعيلية بعد بكرة؟ فيها بيات؟ ما أظنش، هما ساعتين ثلاثة الولد يخطب البنت وخلاص. يبقى أكيد جاية. أهو يا سيدي على الأقل مامتك تحسبها لي مجاية وأقدر أخلع من المرات اللي فيها بيات دي. خلاص على فكرة بقى البرتقالي مش حلو، الأبيض أحلى. طب أقول لك صبعيهم، اعملي صبع برتقاني وصبع أبيض. طب إيه رأيك لو نقشتهولك؟ بقت نقطة حمراء ونقطة بيضة، يعجبك؟ آه يبقى أجمد. ده إحنا مزاجنا رايق بقى والغزالة اتعدلت. فاهم بتتكلم على ايه بالظبط؟ عمبوزك اللي بقاله اسبوع ممدودش برين. عارفه يا شيفا احلى حاجه فيك ايه؟ انك لقطاني، يعني لما بكون كده مزاجي مش ولا بد او بوزي شبرين بتسيبيني لحد ما بروق. طب احب اعرف بقى مزاجك كان مقلوب ليه وبمناسبه ايه اتعادل؟ يكون ايه بس؟ الشيطان، ما انت فاهمه
انا جالي وقت تشريفه ملايين متلتلة عمالة بتتمخطر قدام عينيا، ما طلتش منهم حاجة، طبيعي اتضايق. سنولي بقى قولي حلال عليهم يلا. بس الحمد لله ان الواحد بيجيله لحظة بيعرف يفوق نفسه. ربنا يديم علينا نعمة راحة البال ونعمة الجمال. ايه بقى؟ ليلتنا مش فل ولا ايه النهارده؟ طب اطلع خد دش. صباحي صباحي. منيرة منيرة انت معايا؟ معاك يا اخويا. هروح فين يعني؟ قولي لي بقى يا حبيبة قلبي، عملتي ايه النهاردة من ساعة ما سبتك؟ النهاردة يعني عادي زيه زي اي يوم. لا قولي لي بالتفصيل، انا حابب اسمع صوتك وانت بتحكي لي. لا 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 لا، انت مش انت يا حاج خالد، انت النهارده متبدل بتقول كلام غريب. ايه يعني كلام غريب؟ حلو ولا وحش؟ حلو حلو قوي، بس ما يطلعش من واحد متخانق مع مراته. ايوه يا حبيبتي، ما انا بكلم مراتي برضو. انا بكلم حد غريب ولا انت نسيتي انك مراتي؟ مراتك. هو أنا لو مش مراتك كنت أرد عليك بعد نص الليل كده؟ طبعاً مراتك. طيب احكي لي بقى عملت إيه؟ عملت البسلة؟ ألو، يخرب بيتك، ده معاد تتصلي فيه؟ لا لسه ما قريتش، لما أخلص قرايه هكلمك ونتقابل. بقولك إيه؟ ما تبقيش تكلميني في مواعيد زي دي تاني عشان جوزي ما يشكش. طب يلا يا ساعي عبي، باي باي. بعد الظهر بقى طلعت كاسين جيلي من اللي انا عاملاهم اول امبارح وحطيت عليهم الاتنين موز، بس حطيت على الكاس بتاعي انا كريم شانتي، اصل ماما ما بتحبوش خالص. العصر جالنا المندوب بتاع الجمعية الخيرية اللي بياخد مننا 100 جنيه كل شهر على روح بابا. الحقيقة الشهر ده أنا وماما كنا متفقين إن إحنا نرفع المبلغ حبة، كنا هنعملهم 500 جنيه. اتمنى يعني جالنا خير كتير قوي. أما الراجل إيه لما لقانا أنا وماما عايزين نزود المبلغ راح حكي لنا عن المشاكل اللي في الجمعية، منها إن الأطفال الصغيرين بيحتاجوا قوقعة للودن. تصدق يا حاج خالد؟ عشان الطفل يسمع بقوقعة للودن. الواحدة بتتكلف 150,000 جنيه. أنا وماما كفلنا بطفلين. إيه؟ طفلين؟ يعني 300,000 جنيه؟ وده يجي إيه بس في الخير اللي ربنا إداهولنا. طب تصدق يا حاج خالد أنا وماما فكرنا في إيه النهاردة؟ فكرتوا في ايه تاني؟ فرحيني. فكرنا انا وماما لما نروح النوبجايه الاسماعيليه نسال عمي على حته ارض نشتريها ونبني عليها جامع ونسميه باسم بابا ويبقى صدقه جاريه على روحه. ماشي يا حبيبتي، يعني هي فكره حلوه، بس يعني انا بقول واحده واحده
مش كله ورا بعضه كده. بعدين تعالي هنا، انتوا ايه اللي خلاكوا تقولوا لعمكم من دلوقتي على موضوع الارض؟ مش كنت تهدوا شويه وبعدين نبقى نقول له بعدين؟ احنا ما قلناش ولا كنا حتى ناويين نقول، لولا بس ان موضوع الجامع ده خطر ببالنا واحنا بناكل الجيلي. لا لا، بتاكلوا الجيلي بقى يبقى خلاص صح، كان لازم يخطر في بالكم. قال لها قولي لي يا منيره، هو مشوار اسماعيليه ده غرضه ايه بالظبط؟ هنخطب مروه ليوسف رسمي. الواد يوسف هيخطب؟ يلا مبروك. وانت بقى ناويه تروحي معاهم؟ اه طبعا، ده اخويا واخر العنقود وانا اللي مربياه. ما تروحيش معاهم المشوار ده منيره. ما روحش؟ ما روحش ليه يا حاج خالد؟ يعني فرصه عدى عليكي نتكلم مع بعض كلمتين حلوين، او اقول لك اخدك كده ونخرج ونقعد في مكان حلو. مكان حلو فين؟ هتاخدني توديني كازينو؟ تعبان يا منيره، تعبان وعايزه افضفض معاكي. عارفه شويه اللي انا كلمتهم معاكي دول، انا ما شبعتش من الكلام معاكي ولا من صوتك الحلو. مش هتسافر يا منيره صح؟ معادي ايه يا عم؟ ما كل شركات الانتاج فاتحه في المهندسين. يا ابني انا ما عنديش مشكله مع المهندسين، بالعكس، بس يعني زحمه قوي قوي. يعني مثلا لو هتركن، هتركن فين قول لي؟ يا ابني هو انا لو مدير شركه انتاج مش هلاقي مكان اركن فيه؟ انا ارمي المفتاح وش اي زي يركن لي هو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده من تواضع لله رفع. احنا ليه بقينا وحشين كده؟ ليه الصغير بطل يحترم الكبير؟ ليه الغني بطل يحس بالفقير؟ وانت يعني لما تستقوى على الضعيف ده ربنا مش هيبعت لك اللقوة منك اللي يقفلها في وشك ويرمي القفل كمان؟ الله يا منيرة، أختي بتقول حكم وضرر والله يا شباب. عنيفة أوي في الحق منيرة. عارفين؟ أنا نفسي في إيه؟ نفسي نفكر صح ونبدأ واحدة واحدة. يعني مثلا الاستوديو اللي كنا بنسجل فيه الأخير ده بتاع 10 هتشتريه منه يعني؟ وليه لأ على فكرة؟ أنا عرفت إن هو عايز ينقل مكان تاني ويسع وبأجهزة جديدة. فأنا ممكن أتكلم معاه لو راضي يديني المكان بتاعه بالأجهزة القديمة يبقى زي الفل، وهو نبدأ واحدة واحدة. يا ليت طبعًا. الله يفكر. ناولني بس ناولني الماية لو تسمحلي. شكرا. خلي ناولني بس مخلي. بص اكيد هات كده وصلت المهم يا عم، هات المليان يا ابني. بقول لك ايه، انا سلمى امبارح سالتني عليك. سالتك قالت لك ايه؟ السؤال عادي يعني، عامل ايه اخباره ايه؟ اوعى تكون جبت لها سيره موضوع الاستوديو او اي حاجه من هنا ورثتها. لا يا عم طبعا، انا مالي. دي حاجه انت عايز تقولها لها ولا لا؟ انت هو انت فعلا خلاص كده قطعت معاها؟ مش وقتك من ده يا اسامه، مش وقته. انت فعلا هتتجوز بنت عمك؟ يا اسامه مش وقته، لما نخلص بقى من القعده اللي احنا قاعدينها دي. ¡Suscríbete al canal!
مدام لبنى مساء الخير. مساء النور يا عم فتحي، خير في ايه؟ بص حضرتك انا ما بحبش اظلم حد، بس حضرتك اكدت عليا ان انا لو شفت اي حاجه ريحتها مش تمام بخصوص كريم اجي ابلغك على طول. هتقلقني ليه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ هو كان واقف قدام الكشك وانا افتكرته ان هو واقف عشان يروح الدرس زي كل اسبوع. ايوه وبعدين؟ بعدين عدت عليا عربيه فيها شادي وعبد الله ركب معاهم، ما كانوش لوحديهم، كان في واحده ورا شكلها كده لا مؤاخذه يعني استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ازاي يعني؟ يعني استغفر الله العظيم شكلها مش تمام. مش تمام؟ طب انا متشكره جدا يا عم فتحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوا؟ ايه في الزفت ده؟ الاكل جاهز على السفره، اتفضلوا. مش فالحين الا في الراس. الو يا حنان، انا محتاجه كده ضروري قوي، محتاجه اشوفك. اهرب يا يوسف اهرب، انفك بجلدك. اوعى تتجوز واحدة انت ما بتحبهاش. طب والكلمة اللي اديتها لهم؟ طز طز. انت متخيل يعني ايه تتجوز واحدة انت مش حاسس ناحيتها بأي حاجة يا يوسف؟ انت متخيل هتصحى كل يوم تقنع نفسك انك هتتعود؟ وبرضه مش هتتعود، مش هتتعود. ممكن نقول هتنحس هتصدي مثلا، انما لا انت هتبقى مرتاح ولا هي مرتاحه. انتوا الاثنين هتبقوا في جهنم. جهنم يا يوسف. ايوه بس مروه غير وفاء. مروه بتحبني بجد وانا عارف كده كويس. ما حبها ده بقى هيزود على كل اللي قلته واحساسك بالذنب. هتلاقي نفسك كل يوم بتدور على عيوبها مهما كانت صغيره، تضخمها جدا بس عشان تغفر لنفسك ان انت بتكرهها وانك مش مرتاح معاها. تغفر لنفسك ان انت بتفكر في واحده تانيه بعيد عنها. بلاش يا يوسف. بص لي انا. اديني قدامك اهو. اتجوز ومخلف. ما عنديش بيت. عايش في فندق. كل يوم بلف في الشوارع. الست اللي انا متجوزها بتكلمني كل يوم وانا ما بردش عليها عشان تتفاوض معايا. والست اللي انا بحبها استني منها مكالمة واحدة عشان تقول لي انها اختارتني. عايز تبقى زيي يا يوسف؟ لا لا بس يا كمال انت مكبر الموضوع شوية. أنا مش مكبر حاجة يا يوسف. وأنت جاي لي هنا عشان تسمع الكلام اللي أنا بقوله لك ده. عشان أنت عارف إن أنا بقول لك الكلام اللي حصل فعلا معايا. أنت عارف إن أنا واثق في كل كلمة أنا بقولها. أنت عارف أنا زي مين يا يوسف؟ أنا زي اللي راح جهنم شاف كل حاجة هناك. ورجع عشان يحكي هو شاف إيه. بلاش. أنا وعمر أخوك. شوف إيه اللي حصل لما الفلوس جات لنا. أنا أول ما جات لي الفلوس فكرت إن أنا أخلص من مراتي.
عمر اخوك بقى اول ما جات له الفلوس فكر ازاي يسعد مراته، يتبسطوا بالفلوس لانه بيحبها، بيحبها يا يوسف. بلاش، اتجوز اللي انت بتحبها يا يوسف، لو ما لقيتهاش ما تتجوزش من اصلا. بلاها جواز، هما يعني اللي اتجوزوا كانوا خدوا ايه؟ ايوه بس خلاص، يعني احنا هنروح انا وانت بكره لعمي. طب ومال؟ ما نروح، نروح ونطلب ايدها ونقرا الفاتحه وكل حاجه. ساعتها بقى هيبقى عندك العيب، هتبقى ما كسرتش كلمتك، وفي نفس الوقت الخطوبه دي معموله عشان نشوف بعض، نشوف هنعرف نكمل ولا مش هنعرف. محدش بقى ساعتها هيلومك لما تفسخ خطوبتك بعد كام شهر. صح؟ صح. أنا جيت أتكلم معاكي عشان تزعق، وست زي تقدري تحطي نفسك مكاني. طب حطي نفسك مكاني كده هتعملي إيه؟ طب والله العظيم وحياة ربنا بيجي عليا وقت ببقى عايزة أرمي نفسي من البلكونة أو أولع في نفسي بجاز. أخوكي هيبقى مبسوط لو عملت كده. لو هحط نفسي مكانك أول حاجة هعملها أهدى، أهدى خالص. الهرية والنكتة دي مش هيوصلوك لأي حاجة. حاضر، هدوس على الزرار عشان أهدى. أهو اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. أنت قاعدة متستتة في بيت جوزك، لو عمرك بتكلميه في التليفون يقفل في وشك السكة، ولا بيجيلك يوم يقولك أنا هتجوز واحدة تانية. ها عايزة إيه؟ هتفضلي على ذمتي ولا ايه؟ يا بنتي حرام عليكي، حرام عليكي، ما تعمليش في نفسك كده. طب اطلبي عشان خاطري، اطلبي شوفي هيقول ايه. طب انا بس هرد عليه اقول له اذا كنت هقعد ولا همشي. يعني اطلبي يا حنان. طب خلاص انا هطلبه. ألو، يعني بترد على التليفون والتليفون مش مقفول ولا حاجة؟ طب اسمع، أنا عايزة أقابلك النهاردة. قفل التليفون. أنت مش ممكن، أنت رهيبة، فعلا رهيبة، أكتر واحدة في الدنيا أشوفها عدوة نفسها. أنا أكتر واحدة في الدنيا استحملها. أنا بنت ناس، ما يتعملش فيا كده. لك مني لوحدي، مفيش حد ساندني ولا يقدر يقف في وشه، حتى اخويا اللي بره كل ما اكلمه يقول لي انت غلطانه. طبعا ما هو اللي مدبسني في الجوازه دي، قال لي صاحبي وابن حلال. بذمتك في واحد ابن حلال يعمل في مراته كده؟ انت عندك حق، عندك حق، مش هو اخويا بس غلطان. ما تضغطيش عليه، سيبيه هو هيجي لوحده. بيجيش بقاله شهور ما بيلمسنيش، كأنه بيعاقبني على حاجة أنا ما عملتهاش. قلت يا بنتي ما تضغطيش عليه زي ما انتي بتقول، سيبيه هو هيجي. ما بيجيش.
حد